مرحبا واهلا وسهلا معي بفيديو جديد. حبيت اورجيكم قبل ما ابلش بالفيديو الاساسي الرئيسي اللي هو بتمحور حول فيتامين دي 3 واهميته وفوائده العظيمة اللي مش كتير بيحكوا عنها او قليل جدا، وحتى الناس اللي بتفهم بفيتامين دي في كتير معلومات برضو ما بيعرفوها. انا حبيت احكي لكم، خاصة المرأة كتير بهمها، أكيد الرجل كمان والأطفال، بس فيك فوائد كتير رح تتعرفوا عليها للمرأة تحديدا بهذا الفيديو. خلينا نبلش أول شيء ببعض الأشياء اللي اشتريتها من الأمازون. أول شيء أنا حبيت أجرب الإيروتريت اللي هو هذا السكر. هذا السكر عبارة عن 0 كالوريين، يعني الفكرة انه هو بيوصل يعني بالمعدة بتحلل بس ما بيوصل للدم على شكل سكر، هو مش سكر مع انه شكله مثل السكر بالضبط. رح احكي لكم هلا انا شو طريقة تصنيعه. طبعا هذا هو شكله، انا حطيته مع شوية نعناع فريش وريحان من عندي فريش مزروع. راح احط عليه مي واتركه شوي هيك يعني ياخذ المفعول تبع الزيوت الطياره تبع اللي موجوده بالريحان وبالنعمة. بالنسبه هلا لموضوع السكر، طبعا الايروتريت هو معروف انه يعني حلاوته بيعطي 70% للسكر العادي. انا دقته طعمته مثل السكر بالضبط، بتحسوا بشوية برودة بلسان مثل لما تيجوا تحطوا اول ما تاكلوا الكاوغومي العلكة، رح تحسوا بهذا الملمس نفسه، بس نفس طعمة السكر، ما في اي طعمة مرار، ما في اي طعمة غريبة زي الستيفيا مثلا او زي الصناعي اللي هو بيجي حبوب. هذا سكر طبيعي، واصلا هو طريقته مصنوع من يعني بشكل طبيعي، بيكون ماخوذ من كولين هيدرات يعني كربوهيدرات سكر، يعني من الكربوهيدرات اللي موجود بنباتات، بعض النباتات او بعض الفواكه بياخذوه وبيعملوا له عملية تخمير تقريبا قريبة من تخمير الألبان والأجبان نفس الطريقة. فبتاخد معانا هذا، بياخدوا بيعملوا بخمروا وبتحول من كربوهيدرات لإيروتريت. طبعا هذا الإيروتريت ما فيه كالورين، اللي هي الجلوكيميش اندكس اللي هو نسبة وصول السكر للدم أو ارتفاع السكر بالدم 0، يعني ما فيه بالمرة. كالورين فراي يعني خالي من الكالورين، برضو ما بيأثر على الأسنان وسهل انه استخدامه حتى مع الحلويات، بتقدروا تستخدموه، رائع جدا. انا استخدمته، ريحته شوي جاي على كراميل كتير حلوة، ابيض سكر ابيض وريحته هيك على كراميل كتير حلو. بس انه اللي بينصح فيه، الشيء الوحيد اللي بينصح فيه انه ما نكتر كتير، لانه إذا كتير يعني كترنا ممكن يعمل شوية إسهال أو نفخة، ممكن مش ضروري يعني، بس ها يعني هالشي مع الاستعمال بتقدروا أنتوا تحددوا. هاي أول شي بالنسبة للإيروتريت السكر، للناس اللي عندها سكري أو الناس اللي عندها مشاكل أو بتعمل حمية كمان لحتى ما يرتفع عندها السكر ويساعد. طبعا لأنه كل ما كان في سكر بالدم صعب عملية تنزيل الوزن، حتى لو عملتوا رياضة وحتى لا ما رح يعني ما رح تستفيدوا شيء طول ما الكربوهيدرات موجودة بالدم. هلأ نيجي للي وراء، اللي هو أنا جبته من الدي أم، اللي هو فيتامين سي باودر، بودرة، عبارة عن بودرة. صيغة الفيتامين سي اللي هو الأزوربينزويرا، اللي هو يعني مش يعني أخدين الفيتامين سي الصناعي يعني بدون أي مواد تانية، يعني هاي اللي بتيجي بالمواد الطبيعية، ولكن الأزوربينزويرا 100% بدون أي إضافات، يعني
رائع جدا بالنسبة إلي، بحطه مع الأكل، بحطه مع العصير للأطفال مثلا، ممكن مع المي، وكل معلقة صغيرة داخل هاي العبوة بيكون عبارة عن 120 ميلي جرام، وهي نسبة عالية يعني إذا فيكوا تعلوا كمان بدون أي مشاكل. فالناس اللي ما عندها مشكلة مثلا بحصاوي الكلى أو هيك، مع أنه أنا ما بعتقد كتير بيأثر يعني إذا أخذنا نسبة بسيطة باليوم، ولكن هاي شغلة كتير حلوة وطعمته حامض يعني مثل الحمض. أوكي، حبيت أغير نوع المعجون الأسنان تبع ابني اللي هو هذا ناتور كوزميتيك، يعني مواد طبيعية 100%، ما فيه فلورايد، هاي أهم شيء لأنه هاي الشغلة أنا صرت أنتبه عليها كتير، ما بدي مادة الفلورايد، ما فيه أي ملونات، كله مواد طبيعية. يعني هو ممكن يكون أحسن من هيك، بس هو بالنهاية كله مواد طبيعية، يعني بضل أفضل من الماركات الثانية حسب ما أنا شفت، يعني بضل بالنسبة إلي أفضل. في منه برضو للكبار نفس الماركة من لافيرا، موجود برضو بالدي ام، أنا بس طلبته من الأمازون مع باقي الطلبات. كويس، طعمته كتير حلوة مثل الكاوغومي، لذيذ وبيقوم بالغرض يعني وبيرغي منيح. هلأ هذا البيها بازن بالانس كان عبارة عن معادن، أنا بس ما انتبهت، ما رح أرجع أشتري منه لأنه فيه كالسيوم، وأنا ما بفضل ولا بنصح أخذ الكالسيوم مع أي مكملات، لأنه الكالسيوم موجود بالجسم، بس المشكلة أحيانا بتكون بأنه الفيتامين د مش شغال صح أو مش موجود بشكل كافي لحتى يمتص، يخلي العظام تمتص الكالسيوم، لأنه بدون فيتامين د كالسيوم ما العظام صعب تمتصه. وغير انه الكالسيوم عند بعض الناس اذا ما كان يعني في عملية امتصاص جيدة من العظام للكالسيوم، رح يترسب مادة الكالسيوم بالاوعية الدموية ويعمل انسدادات، وهذا الشيء خطير جدا خاصة للناس اللي عندهم مشاكل او بياخدوا ادوية لهاي المشكلة. فانا ما رح ارجع اشتري، غير انه فيه لاكتوزا وحسيته بيمشي المعدة كتير، يعني اللاكتوز اللي هي المادة اللي موجودة بالحليب، وبرضو ممكن الناس تكون تتحسس منها، فأنا ما كتير عجبني. اللافيرا هذا الديورول اون، اللافيرا أنا حبيت أستخدمه لأنه أول شيء ناتو كوزميتيك ما بيعمل أي مشاكل، غير أنه أنا شوي ضايقني أنه فيه يعني كتير كحول كتير معطرات، بس انتو اذا ما كنتوا يعني بتتحسسوا من هاي الشيء فما في مشكلة، وبضل بالنهاية مادة طبيعية، مواد طبيعية ما فيها هاي المواد اللي موجودة بالسبريهات التانية، طبعا في منه الوان واشكال، فيكم يعني تجربوا. بشكل عام يعني هو مش هالحماية اللي بيعطيه كتير، بدكم يعني تضلوا تحطوا منه أكتر من مرة باليوم، بس بنفس الوقت يعني بيعمل كنترول، يعني أنا بحس إنه بيعمل كنترول مع عدة مع كثرة الاستخدام. وبعدين جبت من سانتا، طبعا بتعرفوا إنه أنا بحب شامبو سانتا أكتر شيء، بحب اللون الأخضر، بس هالمرة حبيت أجرب الزيتون لأنه كتير يعني عليه تقييمات كويسة، فعجبني كتير حبيت أجربه، ريحته كتير حلوة، بستخدمه إلي ولابني، رائع جدا كالعادة يعني. أوكي، وجبت خل التفاح اللي بيجي هيك يعني مش مصفى مش منقى كتير، بيكون لونه على بيج، بيو تفاح بيو طبيعي مش معرض لأي زي ما بيقولوا مبيدات حشرية، وطعمته كتير طيبة، تقدروا تحطوه مع مي مثلا للناس اللي ما عندها مشاكل بالمعدة، بتعلي حمض المعدة، ولما نعلي حمض المعدة رح جسمنا كتير يستفيد، خاصة امتصاص الفيتامينات والمعادن رح يقوى عنا،
محاربة الأمراض، الديدان، الفيروسات المضرة حتكون أقوى. يعني بشكل عام له فوائد كتيرة، مثلا كمان مع العسل في له فايدة، بس مش متذكرة، مع يعني بتحطوا معلقة عسل مع معلقة خل بمي دافية بنظف وبيعمل بيعمل يعني فوائد كتيرة. هلأ رح نحكي عن فيتامين د، وهو أهم شيء بهالموضوع. قبل ما أبلش أحكي لكم عن فوائد فيتامين د والدراسات وكل المعلومات الفظيعة اللي ممكن تعرفوها ما سمعتوها من قبل، حابة أشرح شوي عن هذا المنتج اللي أنا جبته. طبعا ورجيتكم أول شيء صورة اللي هي بتيجي سيرتيفيكات إنه خالي من أي مواد ضارة، معمول له فحص. طبعا هو زي ما أنتوا شايفين نقطة الواحدة، هو عبارة عن نقاط، بتقدروا يعني كل نقطة فيها 1000 وحدة أو 25 ميكروغرام، وهي يعني نسبة كويسة كتير، وبتقدروا تزيدوها حسب يعني الاحتياج أو حسب قديش أنتوا بدكم. ممكن يعني الواحد لحد 4 نقاط ياخد بدون ما يخاف يعني أنه يصير عنده زيادة، يعني 4000 وحدة هيك حسب ما قال بروفيسور يورك الألماني. في عندكم كمان إضافة إلى الفيتامين دي تغاي فيه الK2، فيتامين K2 فيه 20 ميكروغرام. طبعا هو المصدر الرئيسي للفيتامين دي معروف إنه الشمس، إحنا بناخد فيتامين دي الطبيعي من الشمس. الشمس لما جلدنا بيتعرض للشمس بيصير عملية إنتاج فيتامين دي 3. طبعا ما تستخدموا اي نوع فيتامين دي غير اذا كان مكتوب عليه دي تغاي، في احيان بيكون مش محدد دي شو، احيانا دي 2، يعني ما تشتروا الا دي 1. هلا الخلايا زي ما احنا شايفين، الخلايا كتير بتحتاج فيتامين دي، زي ما انتم شايفين بالصورة فوق الاخضر، هاي الخلية والخلية كيف بيصير في تواصل، زي انه بيحكوا مع بعض، بيصير في نقل لمعلومات. تحت ما في، لانه فيتامين دي 3 وطبعا كمان الاوميجا 3 بتلعب دور، مش موجودة، فلهالسبب بيكون التواصل بين الخلية والخلية اللي جنبها ضعيف وغير كافي. عنا كمان بالنسبة للبيبي، وهي الدراسات الرائعة يعني اللي انعملت على كتير من الأطفال، أول إشي بالنسبة للبيبي طبعا وهو أثناء يعني أثناء ما بيكون هو جنين ببطن أمه بيكسب قوة المناعة، مناعته بتكون قوية لما بينولد، بينولد بمناعة قوية قادر على محاربة الأمراض، أي أمراض مناعية بيكون خالي من الأمراض المناعية، بيعلي من نسبة الذكاء عنده. لأنه انعملت دراسة على 70 امرأة كانت تأخذ كل يوم 10,000، طبعا بإشراف طبي، يعني 10,000 وحدة، وبعد ما انولدوا الأطفال تبعهم لاحظوا أنه أولادهم من العباقرة بكل معنى الكلمة، هذا حسب ما الدكتور قال بالحرف الواحد. برضو بيقلل من الإجهاضات، يعني النسوان اللي بيتعرضوا لكتير إجهاضات والحمل ما بيثبت عندهم، فيتامين دي له دور كبير بتثبيت الحمل، فهو بالتالي مهم جدا حتى بفترة قبل الحمل أو ببداية الحمل، لما تكون الوحدة عارفة انه هي طبعا دائما مهم فيتامين د، لازم دائما ناخده. ما بتعرفوا قد ايه، انا رح اشرح هلا شوي عن بشكل عام، بس بالنسبة للمرأة الحامل او اللي بدها تحبل، هذا الشيء كتير بيساعدها تعلي من نسبة نجاح الحمل عندها وما تتعرض لاجهاضات، كمان زي ما قلت بثبت الحمل، كمان بيحمي من الكساح. يعني الطفل كتير من الاطفال زي ما حكى الدكتور رايموند فون هيلدن، في دكتور ألماني قال إنه في كتير من المستشفيات بيدخلوا، يعني في أطفال أهليهم بتدخلهم بيصير عندهم زي مشكلة الكساح، اللي هو العظام عندهم بتكون مثل المكسرة،
بفوتوا على المستشفى بفكروا الأطباء والكادر الطبي إنه أهلهم متعرضين لهم بالضرب، ولهالسبب بياخدوا الطفل، وبأغلب الأحوال ما عاد الأهل ما عاد بيشوفوا طفلهم، مع إنه هم ما قربوا عليه ولا ضربوه ولا عملوا له أي شيء، ولكن هي مشكلة بفيتامين دال كانت معه أثناء ما كان ببطن أمه وتعرض لها هاي المشكلة. فموضوع هذا كتير خطير. ففيتامين دال بيحمي الطفل من هاي الأمراض، هشاشة العظام طبعا. الفيتامين دال مهم جدا، مش الكالسيوم مهم للعظام، طبعا مهم للعظام الكالسيوم، بس الأهم هو فيتامين دال، لأنه بدون فيتامين دال نحنا ما رح نقدر، يعني فيتامين دال هو اللي بيمسك الكالسيوم وبيقول له تعال نفوتك على العظم، والعظم بيقدر يمتصه. بدون فيتامين دال ما بيصير عملية امتصاص للكالسيوم. هاي رقم واحد. في كمان امرأة هاي بس كمثال، امرأة كبيرة بالعمر هون بألمانيا، عمرها 97 سنة، دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا. طبعا كان معها الأمراض المزمنة اللي بيحذروا منها كل رجل كبير بالعمر أو كل امرأة، كل شخص كبير بالعمر وعنده أمراض مزمنة، عندها زي السكري، عندها زي مشكلة بالكلاوي، عندها مشكلة بالضغط، عندها مشكلة بالأوعية الدموية والشرايين والقلب، فعندها عدة مشاكل. ولكن الغريب بالموضوع انه هاي الامرأة اللي عمرها 97 سنة مصابة بأمراض مزمنة، اوكي، امراض خطيرة مزمنة، مثل ما بيقولوا الاطباء انه اذا تعرض الشخص بهاي الحالة لهذا الفيروس فورا بينتقل للمرحلة متقدمة من الفيروس، وبالتالي ممكن يؤدي للوفاة، وهذا الشيء صار مع كتير من المرضى. لكن عند هاي المرأة بعد أسابيع من دخولها المستشفى خرجت بدون أي مشاكل، ولا عندها أي أعراض، ولا عندها أي، يعني تخلصت من فيروس كورونا بكل سهولة. طبعا عملوا فحص على دمها لحتى يعرفوا انه شو النسب، طبعا كان عندها نسبة الكرياتينين عالي اللي هو بيسببه المشكلة، لما يكون في مشكلة بالكلى بتصير نسبة الكرياتينين عالية، عندها الانسولين عالي، عندها عدة نسب غير متزنة يعني، وبتدل على عدة أمراض. ولكن لاحظوا انه عندها فيتامين دال بالمستوى الطبيعي. طبعا واحدة بعمرها بجو زي ألمانيا أكيد حيكون بالحالات العادية بيكون دائما في نقص بفيتامين دال دائما، ولكن عند هاي المرأة كان المستوى بمستوى طبيعي، ما عندها أي نقص. بالتالي عرفوا أنه هي بتاخد 3 حبات فيتامين دي، 20,000 وحدة، يعني 3 مرات 20,000 وحدة بالأسبوع الواحد، ولهالسبب هي قدرت تحافظ على مستوى فيتامين دي الطبيعي، ولهالسبب فيتامين دي بجسمها كان قادر على محاربة فيروس كورونا. وهذا الشيء اللي كتير من الدكاترة والأطباء والمعامل الأدوية، هدول التجار الأدوية اللي بس بهمهم الربح، كلهم بيحاولوا يخفوا هاي الحقائق. ولكن كونوا على يقين، فيتامين دال اللي الله خلقه، الشمس اللي بتعطينا الطاقة، فيتامين دال مش بس فيتامين، هو يعتبر هرمون، اسمه بيسموه هرمون، لأنه كتير إحنا بجسمنا أشياء متوقفة على فيتامين دال. بدون فيتامين دال إحنا بخطر كبير، خطر يعني فظيع. هلأ في ناس عايشة فكنت عم بقول يعني إنه الناس هاي بتحاول تخفي هاي الحقائق، بس ما تخلوا أنتوا حدا يخفي هاي الحقيقة. فيتامين دال مهم جدا لكم لأطفالكم، فيتامين دال بقوي المناعة. الناس اللي عندها مشكلة بالمناعة وكل شوية بتمرض، تاخد فيتامين دال، تجرب فيتامين دال،
على الأقل على الأقل 1000 وحدة باليوم على الأقل. وطبعا مع أنا ما بقول إنه فيتامين دال هو الشيء الوحيد المهم بحياتنا، هي عدة عوامل بتلعب دور، بس فيتامين دال عامل رئيسي، عامل جدا مهم، ممكن يحمينا من كتير أمراض، من كتير أشياء. كمان فيتامين دال مهم جدا، وعملوا دراسات عليه انه هو قادر على التخلص من مرضى سرطان. عملوا دراسات على مجموعتين من الناس، مجموعة كانوا ياخذوا فيتامين دال ومجموعة ما كانوا ياخذوا فيتامين دال. المجموعة اللي اخذت فيتامين دال او اللي ما اخذت فيتامين دال توفت بمرض السرطان، المجموعة الثانية عاشت وتغلبت على المرض. لما يجوا يعملوا الأبحاث إنه ليش هاي يعني نفس المرض ونفس نفس كل الحال، يعني الحالات متشابهة حتى بالعوامل كلها يعني متشابهين، بس هدول عاشوا وهدول ماتوا. ليش؟ عملوا تجارب على الناس اللي عاشت، لقوا إنه عندهم اكتفاء بفيتامين دال، وفيتامين دال قادر على قتل الفيروسات، على قتل محاربة الأكسدة، بما أنه أصلاً الخلية بتعمل بس بوجود فيتامين دال، يعني مش بس بفيتامين دال ولكن بوجود فيتامين دال بتعمل الخلية وبتصير تشتغل. كل جهاز المناعة بيحتاج فيتامين دال، الهرمونات بتحتاج فيتامين دال، حتى الذاكرة. الناس اللي بتصاب بالزهايمر كمان هذا الشيء بيأثر عندهم نقص بفيتامين دال. الأمراض المناعية، الناس اللي كل شوي بتمرض وبترشح عندهم نقص بفيتامين دال. كتير من الأمور اللي متعلق فيها جسمنا بفيتامين دال، زي ما قلت حتى على الجنين أثناء هو تكوينه ببطن أمه فيتامين دال مهم جدا إله، لتثبيته، لتنمية جهاز المناعة عنده، لتنمية كتير أشياء الخلايا. طبعا بما أنه إحنا جلدنا بيمتص فيتامين دال من الشمس، فهذا الشيء برضو فيتامين دال مهم للجلد. الناس اللي عندهم قدرة على تحمل الشمس، الناس اللي بتقعد بالشمس فترات طويلة وبتحب تتشمس، عندها القدرة، مش بحاجة لكريمات مضادة للشمس. وأنا يعني عن جد قديش انبسطت كتير بهاي الدراسات وهذا الحكي اللي انحكم من عدة أطباء، إنه إحنا مش بحاجة لكريمات شمس، لأنه فيها يعني ما يكفي من الزبالة اللي حاطينهم بما يضر الجلد والجسم، لأنه أي إشي بنحط على الجسم الجسم بيمتصه فورا بيلاقوه بالدم. فأي حدا عنده القدرة على تحمل الشمس ويقعد بالشمس، طبعا هي شغلة زي تدريب، زي إنه تعويد. الجلد متى ما تعود على الشمس صار عنده حماية، عنده قدرة على إنه يحمي نفسه من الأشعة المضرة. طبعا نحن ما عم نحكي إنه نقعد لدرجة إنه نحرق جلدنا، يعني إشي منه، بس كريمات الشمس أول شيء بتمنع امتصاص فيتامين دال، تاني شيء فيها مشاكل كتير، أنا رح أحكي عنه موضوع تاني فيديو تاني لأنه الموضوع بيطول. وأنا بصراحة كتير يعني بيستفزني موضوع كريمات الشمس، لأنه أنا عن تجربة شخصية وقناعة وإحساس داخلي إنه إحنا مش بحاجة لكريمات وأشياء مليئة بالمواد المهرمنة والمسرطنة بغنى عنها، خاصة إنه كتير عالم تعطي أولادها هاي المواد، تحط على أولادها هاي المواد اللي على المدى البعيد بتأثر على هرموناتهم، تعمل لهم لخبطة. على العموم، فيتامين دال بيقوي المناعة، فيتامين دال بي 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 بيحمي من كتير أمراض زي حتى أمراض السرطان، وبيعالج أمراض السرطان. طبعا مش بس فيتامين دال، مش معناته أنه أنا أكون حياتي كلها فاست فود وسكريات وحلويات وما بنتبه لأكلي وما بنتبه لصحتي، ما بنتبه لرياضتي، ما بنتبه لحركة جسمي، وأجي أقول أنا باخذ فيتامين دال وهيك بحط رجل على رجل وخلص أنا محمي من أي مرض. هاي كمان غلط، لأنه
لأنه فيتامين د لحاله غير قادر يعني على أنه ينقذ الجسم من المصايب اللي بنعملها فيه. فأهم شيء نبعد عن المواد المضرة اللي موجودة بالكريمات وبالمستحضرات التجميلية اللي بنستخدمها على الطالعة والنازلة بس بسبب الإعلانات. أصلاً كل هاي اللي موجودة بالمحلات كلها على الكب، يعني ما إلها أي داعي. أنا رح أعمل فيديو عن هالموضوع لأنه بينصرف ملايين أو مليارات على كريمات، وطبعاً في ناس كل ما كان الكريم أغلى كل ما كان أفضل، ومصيبة يعني، وما بيعرفوا خطر هذا الشيء عليهم. نبعد عن الفاست فود، الأكلات اللي هي سريعة ما إلها داعي. نبعد عن الزيوت النباتية طبعا، ما عدا زيت الزيتون، لأنه أنا بشوف زيت الزيتون ومعروف إنه قديش هو مفيد، بس يكون مصدر كويس وبيو، ويكون مش معصور عن طريق الحرارة، يعني معرض للحرارة، يكون مش ناتيف، يكون كالت كبرست يعني على البارد. كل خلية بجسمنا بتحتاج فيتامين دال. كل خلية فيها جهاز مناعة بجسمنا بيحتاج فيتامين دال. الهرمونات اللي احنا بجوا بجسمنا بتحتاج فيتامين دال. حتى المشاكل العصبية والأمراض النفسية بتتعالج بفيتامين دال. وقاية الأمراض المناعية والأمراض اللي فيها عظام، الهشاشة العظام، التكلس، بيعالجها فيتامين دال. زي ما قلت السرطانات، الأمراض المناعية، كل هاي أشياء فيتامين دال مهم جدا فيها. الزهايمر، الأشياء يعني الكبيرة، هاي الأمراض الكبيرة اللي ما حدا بيحكي فيها، مهم جدا فيها فيتامين دال. شغلة تانية نسيت أحكي لكم إياها، إنه فيتامين K2، ما في إشي مثبت علميا إنه فيتامين دي بيحتاج فيتامين K2، ولكن فيتامين K2 مهم جدا كمان، بس بدكم تنتبهوا إنه هو مميع للدم. الناس اللي بتاخد أدوية مميعة بالدم ممكن تزيد عندها نسبة الميوعة بالدم، لازم يسألوا الطبيب قبل ما ياخدوا هذا الشيء، أو يتفقوا مع الدكتور إنه يوقفوا أدوية الميوعة ويستمروا على فيتامين K2، لأنه هو بيميع الدم. حتى أنا لاحظت شوي بأنفي صار في شوية سيولة الدم، لأنه زيادة السيولة بالدم صار هذا دليل يعني على زيادة السيولة بالدم. الكالسيوم مش ضروري نحنا نأخده من برا، لأنه فيتامين دال هو اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم. فيتامين K2 غير إنه هو مميع للدم، هو التاكسي اللي بيفوت الفيتامين، بيفوت الكالسيوم من برا لجوة. طبعا بتصير عملية امتصاص بالنسبة لفيتامين دي بالمعدة، بس بالنسبة لكيتو هو اللي بيكون مثل التاكسي اللي بيوصل الكالسيوم لداخل العظم. فبرضو أنا بشوفه مهم جدا لتقوية العظام. من الأشياء اللي ممكن تعمل هشاشة عظام الحليب، رح أحكي عنه بشكل فيديو تاني لأنه هيكون موضوع كبير وموضوع طويل، فما بدي أطول الفيديو أكتر من هيك، تقريبا نص ساعة صار الفيديو. فالحليب ابتعدوا عنه إذا في حدا عنده مشاكل بالعظام، بيعاني من مشكلة بالمفاصل عنده، يبتعد عن الحليب البقري تحديدا. الحليب البقري بيعمل هشاشة عظام. ليش وشو الأسباب؟ هاي الأشياء مثبتة علميا، مش كلام بالهوى، مش كلام جرايد، معروف ومعروفة بكتير من الأبحاث العلمية، كتير من الأطباء بيعرفوا هاي المعلومة. ليش رح أحكي لكم بفيديو تاني إن شاء الله. الفيديو القادم رح أحكي يكون عن موضوع الحليب. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تاخدوا فيتامين دي بشكل مستمر. وبحب أنوه لموضوع كتير مهم، إنه كمان أخذ
فيتامين د أثناء الحمل بيحمي من أمراض القلب عند الطفل لما ينولد، ما يعني بينولد باحتمالية أقل بكتير إنه يكون عنده أمراض بالقلب. نفس الشيء لما بيكبر كمان بالنسبة لمرض السكري بيحمي أو بيقلل من احتمالية إصابة بالسكري لما بيكبر. نفس الشيء بالنسبة للكبار، فهو بتحكم حتى بالجينات تبعنا فيتامين دي، فكتير مهم، كتير احرصوا على انه تاخدوه بشكل مستمر. شكرا للمتابعة والى اللقاء.